بمناسبة حلول عيد المرأة العالمي تقيم مجموعة من المنظمات فعالية تدشين الاحتفالية عبارة عن بازار مشترك هدفه استهداف النساء المستضعفات في المجتمع نتيجة للحرب التي حلت على اليمن. النساء اضطررن إلى الخروج إلى العالم الخارجي بعد ما كانت محصورات في البيوت، اضطررن إلى أن تشتغل وتكون هي مالكة مشروع. أنا تقدمت مستفيدة وتعلمت شغل الإكسسوارات في المساحة الآمنة بتعز، والحمد لله يعني تمكنت من صنع هذه المنتجات حقي الإكسسوارات، وأشكر منظمة ديم على هذه الفعالية اللي يعني ساهمت في يعني تشجيع المواهب هذه، نحن نقدم ما ننتجه وتشجيع المرأة برضه. Thank you.